مشاهدينا اهلا بحضراتكم في هذه الحلقه الجديده من برنامج من مصر. عندنا النهارده موضوعات كتير ان شاء الله نحاول نوفق في عرضها لحضراتكم، بالاضافه للفقره الاسبوعيه الثابته موده ورحمه. النهارده كان في اجتماع مهم جدا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المجموعه الطبيه لمواجهه انتشار فيروس كورونا. خلال الاجتماع رئيس الوزراء شدد على اتخاذ كافه الاجراءات اللازمه للوقايه من متحور كورونا الجديد اللي اسمه اوميكرون، ده عبر منع الطيران المباشر من والى جنوب افريقيا وبعض الدول الافريقيه، بالاضافه لاتخاذ عدد من الاجراءات اللي بيتم تطبيقها على القادمين من عدد من الدول الأفريقية اللي بيتخذوا أحيانا من مطار القاهرة محطة ترانزيت إلى الوصول إلى دول أخرى. خلال الاجتماع تم استعراض التسلسل الجيني للعينات الإيجابية لحالات الإصابة بفيروس كورونا، واللي أثبتت الحمد لله عدم وجود هذا المتحور الجديد الأوميكرون حتى الآن في مصر. أيضا تمت الموافقة على تطعيم الأطفال من عمر 12 ل 15 سنة بلقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، يمكن ده الخبر المهم. وفي السياق ده بنفكركم أنه سبق أنه تمت الموافقة بالفعل على تطعيم الفئة العمرية من 15 ل 18 سنة، احنا كده نزلنا بسن التطعيم لغاية سن 12 سنة. أيضا تم التأكيد على أنه تم تقديم بالفعل حوالي 45 مليون و 200 ألف جرعة على المصريين، موزعة بواقع 29 مليون و600 ألف جرعة في الجرعة الأولى و15 مليون و600 ألف جرعة في الجرعة الثانية المضادة لفيروس كورونا. في السياق ده برضو أعلنت شركتا صناعة الأدوية فايزر وباينتك أنهم بيجمعوا الآن معلومات حول متحور أوميكرون لبحث إمكانية تعديل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. برضو النهاردة في علماء إيطاليين قدموا لأول مرة صورة لمتحور أوميكرون الجديد. الصورة دي بتظهر بروتينات السلالتين دلتا وأوميكرون، وبيتم تمييز المناطق الأكثر تغييرا باللون الأحمر. ومتحور أوميكرون ده بيحتوي على طفرات أكثر بكتير من متحور دلتا، بتتركز بشكل أساسي في منطقة البروتين اللي بيتفاعل مع الخلايا البشرية. ده يعني أن الفيروس قد تكيف مع الجنس البشري. يفترض أن الأبحاث القادمة إن شاء الله هتكشف ما إذا كان هذا اللقاح أكثر خطورة أم لا بالمقارنة بسابقيه من المتحورات. برضو في عدة دول في العالم أعلنت أنها سجلت إصابات داخل أراضيها بالمتحور الجديد لفيروس كورونا الأوميكرون، واللي رصد لأول مرة في جنوب أفريقيا، وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه مثير للقلق. تم تسجيل حتى الآن 50 إصابة جديدة بالمتحور الأوميكرون خلال الساعات الـ 24 اللي فاتت. تلا ذلك رصد هذه الإصابات أيضا في دول زي بلجيكا في أوروبا، بوتسوانا، هونغ كونغ. النهاردة كمان أعلنت أستراليا عن تسجيل إصابتين بالمتحور الجديد لمسافرين قادمين من جنوب أفريقيا، يعني معنى كده متحور ظهر في أوروبا، في أفريقيا، في أستراليا. أيضا السلطات الصحية في هولندا، في ألمانيا، في بريطانيا، في إيطاليا أعلنوا عن تسجيل حالات إصابة بالمتحور الجديد لدى ركاب قادمين من جنوب أفريقيا. عشان كده في دول أوقفت بالفعل رحلتها من وإلى جنوب أفريقيا كإجراء احترازي لمواجهة المتحور الجديد. تعالوا نشوف في التقرير التالي آخر التطورات الخاصة بالمتحور الجديد أوميكرون. لقد عدنا إلى منطقة مألوفة، منطقة القلق المتزايد بشأن متحور جديد من فيروس كورونا، يعد النوع الأحدث النسخة الأكثر تحوراً والتي اكتشفت حتى الآن. لديها قائمة طويلة من الطفرات والتي وصفت بأنها مروعة، وعلماء يصفونها بالأسوأ. ما زال المتحور الجديد في أيامه الأولى، كما أن حالات الإصابة المؤكدة به خرجت من جنوب إفريقيا إلى دول إفريقية أخرى. ثمة أسئلة عاجلة حول مدى سرعة انتشار المتحور الجديد وقدرته على تجاوز بعض الحماية التي توفرها اللقاحات، ما الذي يجب فعله حيال ذلك؟ هناك الكثير من التكهنات، لكن القليل من الإجابات الواضحة. عندما تم التعرف على المتحور الجديد أطلق عليه اسم B11529،
وقد أعطته منظمة الصحة العالمية الاسم الرمزي اليوناني أوميكرون، كما أنه تعرض لطفرات شديدة بشكل كبير. لكن القلق يكمن في أن هذا الفيروس أصبح الآن مختلفاً جذرياً عن الأصلي الذي ظهر في ووهان بالصين. هذا يعني أن اللقاحات التي صممت باستخدام السلالة الأصلية قد لا تكون فعالة. لا يزال الوقت مبكراً لاستخلاص استنتاجات واضحة، لكن هناك بالفعل علامات تثير القلق. لكن هذا لا يخبرنا ما إذا كان المتحور الجديد ينتشر أسرع من متحور دلتا، أم أنه أشد خطورة، أو إلى أي مدى يمكنه التهرب من الحماية المناعية التي تأتي من التطعيم. في الوقت الحالي لدينا متغير يثير مخاوف كبيرة على الرغم من الثغرات الكبيرة في معرفتنا عنه، وأمر يحتاج إلى المراقبة عن كثب، ويطرح أسئلة عميقة حول ما يجب القيام به ومتى. لكن الثابت الآن بأن الدرس المستفاد من الوباء هو أنه لا يمكنك الانتظار دائما حتى تحصل على جميع الإجابات، ويبدو أن فيروس كورونا بمتحوراته الكثيرة يأبى ألا يستكين. من مصر، محمد عبد العال. خلونا نعرف ونطمن من ضيفنا دلوقتي الدكتور إسلام حسين، الباحث المتخصص في علم الفيروسات الجزئية في الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور إسلام، أهلا بحضرتك. الإيطاليين النهاردة أعلنوا أنهم قدموا أول صورة للمتحور أوميكرون. هل ده يعني أول خطوة ممكن تعتبر في التعرف على هذا المتحور الجديد، على ربما مدى خطورة هذا المتحور أيضا؟ هو الحقيقة بداية مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. المعلومات الأساسية اللي بتهمنا هي تحليل الشفرة الوراثية لهذا المتحور اللي هو نشر منذ أيام من خلال العلماء الباحثين في دولة جنوب أفريقيا. الحقيقة المعلومات الوراثية دي أكدت أنه المتحور الجديد ده بيحمل 50 طفرة، رقم كبير يعني نسبيا بالمقارنة بالمتحورات الأخرى. الخمسين طفرة دول بي مختلفين عن الفيروس الأصلي اللي ظهر في ووهان من سنتين. الأهم من كده هو مش مجرد عدد الطفرات، ولكن أماكنها فين. 30 من الخمسين طفرة دول موجودين على البروتين الشوكي اللي موجود على السطح الخارجي للفيروس، اللي هو خلينا نشبهه وكأنه المفتاح اللي الفيروس بيستخدمه علشان يفتح باب الخلايا بتاعة البشر ويعديها. لو دققنا أكتر بقى، الجزء من المفتاح اللي بيدخل في الباب ده برضو كمان بيحمل 10 طفرات. لو قارنا الجزء ده بمتحور آخر بيسبب لنا قلق وبنتكلم فيه بقالنا يمكن سنة، اللي هو المتحور دلتا. دلتا كان عنده طفرتين فقط، أوميكرون عنده 10 طفرات. ولكن حتى الآن الطفرات دي بتقع في أماكن معروف عنها مسبقا بناء على المعلومات المتراكمة لدينا أنه ممكن يكون الأماكن دي هي اللي بيتعرف عليها الأجسام المضادة اللي بينتجها الجسم بعد التطعيم أو بعد العدوى. وبالتالي بدأ يعني يكون في شكوك، هل المناعة الموجودة عندنا دلوقتي من التطعيم ممكن تصد المتحور الجديد ده ولا لا؟ ولكن السؤال ده يعني ما عندناش لسه إجابة واضحة عليه دلوقتي. في تصريحات خرجت من وزير الصحة في جنوب أفريقيا قال فيها أنه أغلبية الإصابات الأولية كانوا من غير المطعمين، فده يمكن بيدينا بارقة أمل ولكنه لا يؤكد الموضوع، لأنه الأعداد ما زالت بسيطة جدا. وإحنا في انتظار، يعني في خلال أيام أسابيع قليلة هنبدأ نعرف معلومات أكثر دقة عن الموضوع ده. طب دكتور إسلام، أرجو أن تبقى معي. سأشرك الآن عبر الهاتف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا. دكتور محمد، الخبر الجميل النهاردة أن مصر حتى الآن خالية من أوميكرون حسب ما جاء في اجتماعات مجلس الوزراء، فإحنا كده نطمن بشكل كبير أنه حتى الآن مصر خالية من هذا المتحور الجديد. الحمد لله، أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. هو خبر جميل وحلو، لكن أنا عايز أقول أن هذا المتحور زيه زي غيره، سونر اور ليتر، قريب او بعيد،
هيوصل للعالم كله بالرغم من حالة الإغلاق التامة اللي معمولة على جنوب أفريقيا، سواء اللي رايح أو اللي جاي. هو الحكاية كلها إن إحنا بنحاول نبطأ إن هذا المتحور الجديد يوصل لنا أو يوصل لأمريكا أو يوصل لإنجلترا أو يوصل لأوروبا، لكن هو هيوصل هيوصل. هو بالفعل وصل لبعض الدول الأوروبية، حتى لاستراليا، بعض الدول الأفريقية طبعا مصابة الآن بأوميكرون، فإحنا بنقلل بالإجراءات اللي حاصلة في المطارات دلوقتي، ده بالظبط نقدر كده، عليه حتى الآن. بالظبط كده، اللي في ايدينا ان احنا نحاول نبطئ ظهوره او وصوله، لكن حتى الان احنا الحمد لله ناجحين في ان احنا نعمل نوع من التحكم الجيد في العزل الطبي بالنسبه للناس اللي هي جايه من اماكن مشبوهه او من اماكن سجلت اصابات بهذا المتحور الجديد، بحيث ان احنا نقلل قد ما فرصه انتشار هذا المتحور لحد ما نعرف خواصه ومدى استجابته ومدى ممانعته للتلقيح او للادويه. طب دكتور محمد، دلوقتي احنا نزلنا بسن التطعيم لغايه سن 12 سنه، هل ده ضمن الاجراءات اللي ممكن تكون كافيه او جيده بالنسبه لمواجهه اوميكرون، ولا احنا بنواجه ونزلنا بالسن حتى لكل الاحتمالات الخاصه بكورونا حتى الان؟ خلينا نتفق مع حضرتك بس ان الاوميكرون ده طفره حدثت في فيروس، حتى الان معلوماتنا عنه قليله، والمعلومات الاكيده هنستمدها من المكان اللي ظهر فيه هذا المتحور، فاحنا هنعتمد في كل المعلومات على ما تقول لنا جنوب افريقيا او البلاد اللي انتشر فيها هذا الفيروس. طيب الفيروس ده جديد ولا مش جديد؟ لا، الفيروس ده مش جديد، والتحور اللي حصل فيه كان متوقع، لكن اللي ما كانش متوقع ان يحصل 32 تحور جيني في البروتين الشوكي او السبايك بروتين، هو ده اللي مخلينا قلقانين، لان ده يعتبر تغير جذري في شكل البروتين الشوكي اللي من خلاله بيقدر يتعرف على الخليه، فده بيخلينا في عندنا نوع من القلق، هل الفاكسين اللي احنا بنطعم بيه دلوقتي وابتدينا بيه ننزل لسن صغير زي ما حضرتك ذكرت العمريه اللي هي من 12 ل 16، هيبقى شغال وصالح عليها ولا لا؟ والاجابه مبدئيا انه غالبا هيكون لا، والدليل ان طلعت علينا امريكا من 3 4 ايام شركه فايزر موديرنا بتقول لك انا هحاول ابتدي اعمل لك تطعيم يبتدي يغطي السلاله المتحوره الجديده، ما معناه ان السلاله المتحوره الجديده مش شغاله عليها التطعيمات السابقه. طيب في الحاله دي يا دكتور، يعني علميا، هل الاجسام المضاده اللي بتنتج عن اللقاحات ليست كلها كافيه للقضاء على الفيروسات ومتحوراتها؟ ولا احنا لازم ندخل باجسام مضاده مختلفه، ولا لازم نواجه الفيروس بشكل مباشر؟ تمام، ده كلام طبعا سؤال علمي محترم وفي محله، لكن اللي انا عايز اقوله ان الفيروس كل ما بيتحور كل ما بيبقى فيه عنده القدره على الافلات والهروب من الاجسام المضاده اللي الجسم بينتجها، سواء من التطعيم سواء من العدوى بكورونا غير متحوره، وبالتالي هي وسيلة من الوسائل اللي بيها يقدر يهرب من جهاز المناعة أو من التطعيمات أو من الأدوية المضادة للفيروسات، لكن حتى الآن أنا بأكد لحضرتك إن الأدوية والتطعيمات اللي موجودة فعالة ضد السلالات اللي إحنا اتفقنا عليها، الألفا والبيتا والجاما والدلتا. أما بالنسبة للأوميكرون حتى الآن المعلومات عنه قليلة بل تكاد تكون شحيحة. أنا بشكرك جدا ضيفنا عبر الهاتف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، وبعود مرة أخرى لضيفنا من الولايات المتحدة دكتور إسلام حسين الباحث المتخصص في علم الفيروسات الجزئية. طيب دكتور إسلام، كان في كلام اتقال بشكل كبير إنه والله متحور أوميكرون خطره أزيد بأكثر من 30 مرة عن المتحور دلتا مثلا، هل الكلام ده سابق لأوانه في تضخيم هذا الخطر، ولا احنا بالفعل أمام خطر حقيقي ربما كشفت عنه الصور اللي اتكلم عنها العلماء في إيطاليا؟ نعم، يعني أنا أعتقد أنه هو تضخيم سابق لأوانه، احنا يعني ما عندناش لسه تقدير رقمي لأي حاجة، هو المعلومات المتوفرة بتقول أنه بينتشر بسرعة، نقدر نقول أنها مبدئيا كده واضح انها ممكن تكون اعلى بشكل بقدر بسيط من دلتا. الوضع ان احنا لسه في مرحله مبكره جدا ان احنا نقدر نحكم على اي شيء، هل هو هيتحول انه
يعني يسبق دلتا ويحل محله وتحدث موجة رابعة في جنوب أفريقيا سببها المتحور أوميكرون ولا لا، ده لسه يعني ما زالت لسه مش واضحة، ولكن هناك شواهد بتقول إنه احتمال وارد. بالنسبة لنقطة أخرى مهمة، هل هو قادر على إنه يحدث مرض أشد من دلتا ولا لا؟ احنا سمعنا من معلوماتنا كلها مستمدة من جنوب أفريقيا، الأطباء اللي تابعوا الحالات الأولى من الإصابات بأوميكرون قالوا إنه كانت الأعراض خفيفة، ولكن لا يجب أن نتجاهل إنه لما زالت عدد الإصابات قليل، والإصابات الأولية كانت أغلبيتها في شباب، فما نقدرش يعني نعمم الاستنتاجات دي على بقية أفراد المجتمع. فيعني مبدئيا احنا امام صوره فيها بعض النقاط المطمئنه وفيها بعض طب دكتور النقاط معلش، اللي هي يعني لسه هو يعني فيروس كورونا ليه متحورات كتير وقيل عنها يعني اخطار كتير زي دلتا مثلا اوسع انتشارا واكثر خطرا، دلوقتي نفس الكلام اتقال على اوميكرون. هو ليه كورونا في تحوراته خطير جدا مقارنه بفيروسات موسميه زي الانفلونزا مثلا بتتحور بشكل طبيعي طبعا كعاده اي فيروس، لكنه هذا اي متحور فيها لا يمثل خطوره شديده، يعني الجسم يقدر يتعامل معاه بالادويه العاديه، فليه كورونا متحوراته اكثر شده؟ ده سؤال مهم جدا، لانه كورونا بالنسبه لنا جديد، يعني احنا نعرف كورونا من يعني اواخر 2019 اوائل 2020، فاحنا كبشر بنعتبر ارض خصبه للفيروس ده انه يقدر، احنا ما عندناش اي سابق معرفه، ما عندناش مناعه مسبقه ضد فيروس كورونا سارس كوفي 2، ولكن هناك افراد اخرى من نفس العائله برضو بتنتمي لعائله كورونا، ولكنها فيروسات موسميه تصيب البشر منذ مئات السنين، وبالتالي جسمنا تعرف عليها وبدا يتكون عندنا مناعه بتقدر تصدها. فيروسات الانفلونزا مثلا، الفيروسات الموسميه، بناخد التطعيم الموسمي، وكلنا اغلبيتنا اتعرضنا بشكل ما او باخر للاصابه بالانفلونزا قبل كده، فبقت قدره الفيروس على انه يعني يعني ينتشر احنا مستنيين بنفس الطريقه مناعة اللي احنا القطيع شفناها زي ما حضراتكم بتقولوا كعلماء بالظبط في كده. لحين بالظبط كده، الوصول احنا لهذه المناعة مستنيين الطبيعية ربنا يسهل ان شاء الله. بشكرك جدا ضيفنا عبر سكايب الدكتور اسلام حسين الباحث المتخصص في علم الفيروسات الجزئية في الولايات المتحدة الأمريكية. نروح لموضوع تاني، المؤسسات الدولية بتجمع الآن على جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية في توقعات متفائلة جدا باستمرار زيادة هذه الاستثمارات خلال السنوات المقبلة. على مدار السنين اللي فاتت الدولة المصرية وضعت استراتيجيات شاملة لتحسين مناخ الاستثمار، خلق بيئة مواتية وحاضنة تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية بشكل عام. ده بيحصل في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي الهيكلي اللي ساهمت أكيد في تنمية تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المصري. النهاردة في إشارة من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إشارة كبيرة في تقرير سلط فيه الضوء على جاذبية مصر بالفعل للاستثمارات الأجنبية بإجماع المؤسسات الدولية والتوقعات المتفائلة باستمرار زيادة هذه الاستثمارات في السنوات المقبلة. التقرير اللي حضراتكم بتشوفوه على الهواء دلوقتي بيظهر أن مصر ضمن أفضل وجهات العالم جذبا للاستثمارات الأجنبية. مصر تصدرت قائمة الدول الأفريقية مثلا في عام 2020، استحوذت على نحو 15% من جملة تدفقات الاستثمارات الأجنبية لأفريقيا، ده بقيمة إجمالية بحوالي 5 مليار و900 مليون دولار، ده وفق لتجمع الأونكتاد. التقرير برضو بيشير لمكانة مصر في مؤشر راند وأنها تعد الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الأفريقية حاليا. مصر بهذا بتستمر في صدارة قائمة الدول الأفريقية الجاذبة للاستثمارات بالمؤشر الموجود منذ عام 2017. خلونا نناقش الموضوع ده مع ضيفنا دلوقتي على الهواء الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار في جامعة القاهرة. دكتور هشام مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا احمد بيه، تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. ربنا يخليك. احنا صعدنا الحمد لله من المرتبه السادسه سنه 2014 في افريقيا للمرتبه الاولى دلوقتي، واكيد ده ناتج عن جهد كبير جدا في تذليل كل العقبات امام الاستثمار الاجنبي سواء في البنيه التحتيه او في البنيه التشريعيه ايضا، فنحن الان يعني نحصد نجاح ما زرعناه في الايام الماضيه او في السنوات الماضيه. صحيح، يمكن مصر خلال السنوات الثلاث الماضيه على وجه التحديد الحقيقه
استطاعت أن تنتزع المركز الأول من حيث القابلية والقدرة على جذب الصناعات داخل القارة الأفريقية. يمكن الأمر اللافت للانتباه والطيب للغاية أنه العام الحالي مصر كمان بتعد هي الوجهة الاستثمارية الأولى داخل القارة الأفريقية، وده الحقيقة بيأتي في ظروف صعبة للغاية في ظل جائحة كورونا. وبالتالي الحقيقة ده كان أمر مهم جدا بالنسبة لنا، أنه الاقتصاد اللي يستطيع أن يتحمل الصدمات وصدمة كبيرة على المستوى الدولي هزت الاقتصادات الكبرى، الاقتصاد اللي يستطيع أن يتحمل هذا الأمر بالتأكيد في مرحلة التعافي هيكون من الأسرع مش بس نموا لكن كمان من الأسرع جاذبية في تدفق الاستثمارات، سواء كان الاستثمارات المباشرة أو الاستثمارات غير المباشرة. مؤكد ده نتاج الإصلاح الاقتصادي، ومؤكد ده نتاج سياسات حكومية اتبعت خلال السنوات الماضية، يمكن خلال ال7 سنوات الماضية الحكومات المتعاقبة اللي هي بذلت مجهود كبير للغاية في إطار البنية التشريعية، في إطار البنية التنظيمية، ثم البنية الأساسية وكافة المشروعات القومية اللي هي واكيد برضه دكتور هشام، يعني نسبه النمو الجيده في مصر اللي قبل كورونا اللي وصلت فوق 6% جاذبه اكثر للاستثمار الاجنبي انه يجي في دوله مستقره وتحقق نمو اقتصادي. يمكن نسبه النمو تراجعت مع كورونا، لكن المتوقع بشكل كبير ان هي تتخطى ال 5.6% في السنه القادمه ان شاء الله. فبالتالي نعود للاكثر جذبا في الحاله دي، فبالتالي لتاكيد فكره ان الاستثمار الاجنبي هياتي مطمئن لمصر. هو بالتاكيد مزيد من جذب الاستثمارات هيدعم معدل النمو الاقتصادي، يعني الاثنين الحركه تبادليه شويه. صحيح، ومؤكد زي ما حضرتك اشرت انه قبيل عام الكورونا الحقيقه احنا كنا حققنا 5.6% معدل النمو الاقتصادي، تراجع الامر بالنسبه لبدايه عام جائحه كورونا، لكن اتصور انه العام الحالي بالفعل يمكن ان يتجاوز هذا الرقم اخذا في الاعتبار انه الربع الاول من العام المالي الحالي يمكن الاقتصاد حقق معدل نمو لم يتحقق على مدار عقود طويله وهو 9.8%، وبالتالي تقديرنا انه هذا العام هيتجاوز ان شاء الله ال 5.6%، وبالتالي ده كمان هيكون من الامور اللافته للانتباه، لانه ده كمان الاقتصاد اللي يستطيع ان يحقق معدل نمو مش بس ايجابي خلال الجائحه لكن كمان معدل نمو هو اساسا ان احنا نضاعف نسبه النمو في سنه كورونا، ده لوحده نجاح مضاعف. صحيح صحيح، وبالتالي هو ده اللي بتبني عليه المؤسسات الماليه ومؤسسات التقييم تقديرها للاقتصاد المصري، وده كمان نرجع نقول انه بفعل ما اتبع من سياسات حكوميه خلال فتره الجائحه والقرارات الصائبه اللي اتخذت اخذت في الاعتبار انه برضه نكدد انه ده ثمار الاصلاح الاقتصادي. وقوف الدوله بجانب القطاعات اللي تاثرت بشده مع الفئات اللي فقدت دخلها في بدايه الجائحه، واستمرار كافه المشروعات القوميه في اطارها وصولا للمجهود الكبير اللي بيبذل في كافه قطاعات النشاط الاقتصادي، بالتاكيد كل ده بيضيف لاحتياجات المستثمر، لان كل ما تم في اطار المشروعات القوميه كل ده بيخدم على الاستثمار وعلى المستثمر. هو الرائع ان توقعات لغايه سنه 2025 بالنسبه لقيمه الاستثمارات الاجنبيه المباشره في مصر بتقول ان في ارتفاع مضطرد سنه عن سنه، وده بياكد النجاح المستمر ان شاء الله ضمن التوقعات الموجوده عالميا. انا بشكرك جدا ضيفنا على الهواء الدكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار في جامعه القاهره. الاسبوع اللي فات كان في قرار مهم جدا من مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بشان بعض احكام اخلاء الاماكن المؤجره للاشخاص الاعتباريه لغير الغرض السكني. حددت الماده الاولى نطاق سريان مشروع القانون، وده جاء قاصر على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية شركات أو هيئات لغير الغرض السكني ما لم يتفق الطرفان المؤجر والمستأجر على غير ذلك. المادة دي بينت إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون. المادة 3 جاءت أيضا لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، حددت القيمة الإيجارية ب5 أمثال القيمة الموجودة أو السارية حاليا، وهذه القيمة تزيد سنويا بصفة دورية بنسبة 15% سنويا. ألزمت المادة 4 المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي مباشرة لانتهاء المدة المبينة في المادة الثانية من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية والعاجلة في المحكمة الكائن في دائرتها هذا العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى تعويض.
هنناقش ده حالا مع ضيفنا عبر سكايب الدكتور وليد جبلله الخبير في التشريعات الاقتصاديه. دكتور وليد، يعني هذه التعديلات جاءت يعني ربما لتحدث توازن في العلاقه بين المالك والمستاجر، خاصه في الشقق السكنيه او الوحدات السكنيه المؤجره لغير الغرض السكني اللي مر عليها سنوات طويله بايجار ضعيف، فده بيحقق جزء من ضبط المعادله. خلينا نقول الحقيقه بالتاكيد يعني اي خطوه من خطوات الاصلاح في هذا الملف هي خطوه مهمه. هذه الخطوه لم تبدا اليوم، الموضوع بدأ في مايو 2018 عندما حكمت المحكمة الدستورية العليا حكما يقضي بإخراج يعني حالات الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية المؤجرة لغير غرض السكنى من أحكام قوانين الإيجار القديمة وانتقلها إلى أحكام القانون المدني، وأعطت مهلة لمجلس النواب لإقرار قانون لتطبيق ذلك. الحكومة تقدمت بمشروع يمثل هذا المشروع تقريبا في يونيو 2019 في آخر الدور انعقاد لمجلس النواب السابق. بالفعل المجلس ناقش هذا المشروع، لجنة الإسكان في مناقشتها للمشروع الحكومي في 2019 ارتأت أنه توحيدا للمبادئ القانونية يطبق على تطبق قواعد واحدة على الإيجار المؤجر لغير غرض السكن، سواء كان أشخاص اعتبارية أم أشخاص طبيعية. بس خلينا نوضح دكتور هنا، الأشخاص الاعتبارية هي شركات أو هيئات ليست مقررة بمشروع الحكومة في هذا الوقت، لم ينجح في أن يكتسب أغلبية مناسبة بمجلس النواب، وفشل مجلس النواب في إصدار هذا القانون. بالتالي تم تطبيق حكم المحكمة الدستورية قضائيا دون قانون ينظمه. هذا الأمر خلق مشاكل كثيرة جدا عند التطبيق، مشاكل متعلقة باختصاص المحاكم، أي محكمة تكون مختصة بتفسير العقود بعد تطبيق حكم المحكمة الدستورية عليها، بتفسير كافة بنود، تفسير فكرة الأشخاص الاعتبارية نفسها. مشاكل التفسير في وجود فراغ تشريعي أدت إلى مشكلات ونزاعات قضائية كثيرة. أتصور أن ذلك هو الدافع الأساسي اللي بيدفع الحكومة الآن إلى أن تعيد طرح هذا القانون على مجلس النواب لإقراره، لتنظيم تلك العملية وتنظيم تطبيق حكم المحكمة الدستورية بما يحقق مصالح كافة الأطراف، وبما يعبر عن كونه خطوة من خطوات حل تلك القضية المعقدة. هو الجميل في هذا القانون دكتور انه ضمن اليات التنفيذ حتى النهايه، يعني وضمن العلاقه بين المالك والمستاجر حتى الاخلاء القسري او الاخلاء اللي بالتراضي، فده برضو من ضمن حسنات ما تم تعديله الان. اذا نظرنا الى مزايا هذا القانون، فمن وجهه نظري اهم ميزه هي تحديد الاختصاص لمحكمه القضاء المستعجل بنظر النزاع عند انتهاء الخمسة سنوات، لان من الممكن ان يغرق الملاك في تلك الشريحة في القضايا وهم غارقون بالفعل في العديد من القضايا. هناك محاكم فسرت الحكم الدستوري ببساطة وتم تسليم العقارات بالفعل لأصحابها، ولكن أتصور أن حسم مسألة الاختصاص ده شيء مهم. أيضا فكرة الأشخاص الاعتبارية وتحديد الأشخاص الاعتبارية، أتمنى أن تكون اللائحة التنفيذية لتنفيذ هذا القانون أو المذكرة الشارحة تحدد تحديدا طبيعه الاشخاص الاعتباريه المقصوده، لان التطبيق في المحاكم عمل مشاكل. ما هم الاشخاص الاعتباريه؟ الاشخاص الاعتباريه هم تلك الاشخاص، اما ان يكونوا اشخاص اعتباريه عامه كالحكومه او احد اطرافها، او اشخاص اعتباريه خاصه كالشركات والجمعيات وغيرها. ولكن هناك اسئله، هل العبرة بأن يكون الشخص اعتباري عند تحرير العقد أم عند حالة الإنهاء؟ يعني قد يكون الشخص يعني عند توقيعه للعقد كان شخصا اعتباريا كشركة، ثم تخرجت هذه الشركة وآل العقار إلى شخص طبيعي. فهي الفكرة الراجح والمطبق الآن أن العبرة بنص العقد، وان كانت يعني الاختلاف في التفسير بيؤدي الى مزيد. وربما هذا دكتور ما يمكن ان نقضي به القاضي الوقتي في هذه الحاله،
في وقت الإخلاء مثلا أو مطالبة بالإخلاء، يعني نضع هذه النقطة أمام القاضي الوقتي لوقتها. بشكرك جدا دكتور وليد جاب الله خبير التشريعات القانونية، كنت ضيفا عزيزا معنا على الهواء. النهاردة اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي لمتابعة برامج وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالحماية الاجتماعية. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المختصة بشأن تدقيق قوائم الغارمين ومنح الأولوية للسيدات المعيلات والأرامل والمسنين والتنسيق مع جهات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية في مساعدة الأسر غير القادرة على تيسير شؤون الزواج والمساهمة في سداد المديونيات. أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اليوم اجتماع آخر لمتابعة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام. الرئيس وجه من خلال هذا الاجتماع بالاستمرار في جهود تطوير قطاع الأعمال العام وشركاته بهدف تطويرها وتنظيمها لتنطلق إلى المستقبل وتساهم بفاعلية في عملية التنمية وفق القواعد الهيكلية والإدارية الحديثة. أيضا الرئيس وجه بتنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة منها، ده في إطار استراتيجية الدولة تجاه حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ولواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية ولواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام بهدف تطويرها وتنظيمها لتنطلق إلى المستقبل وتساهم بفاعلية في عملية التنمية وفق قواعد هيكلية وإدارية حديثة، فضلاً عن تنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة منها، وذلك في إطار استراتيجية الدولة تجاه حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. الاجتماع تناول متابعة برامج وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالحماية الاجتماعية، وقد استعرضت السيدة نيفين القباج في هذا الإطار جهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات إلى جانب سبل توفير الحماية الاجتماعية وتمكين الاقتصادي لأسرهم، وكذا مساعدة غير القادرين منهم على قضاء مديونياتهم، فضلاً عن جهود الوزارة في توعية المجتمع بخطورة ظاهرة الغرم وأهمية تجنب السلوكيات الاستهلاكية المبالغ فيها في عملية التجهيز للزواج والتي تمثل أحد أهم أسباب تلك الظاهرة. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المختصة بشأن تدقيق قوائم الغارمين ومنح الأولوية للسيدات المعيلات والأرامل والمسنين والتنسيق مع المجتمع المدني والمؤسسات الدينية في مساعدة الأسر غير القادرة على تيسير شؤون الزواج والمساهمة في سداد المديونيات. كما شهد الاجتماع عرض الجهود القائمة لتوفير سبل الحماية الاجتماعية والتأمينية للمزارعين ضمن مبادرة حياة كريمة لترسيخ دور الدولة في الاهتمام بهذه الفئة وتشجيعهم على الانضمام إلى القطاع الرسمي والتعامل مع المؤسسات المالية، حيث تم في هذا الإطار استعراض الدراسة التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إمكانية اشتراك المزارعين في نظام تأميني يضمن لهم الحماية من مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة تحت مسمى معاشك بإيدك، والذي يستهدف المزارعين بفئاتهم العمرية المختلفة ويتيح نظم سداد مرنة بدفعات نقدية يسهل على الفلاح سدادها، مع عرض التجارب الدولية المماثلة في هذا الخصوص للوقوف على أفضل الممارسات فيما يتعلق بمظلة الحماية الاجتماعية لفئة المزارعين.
وقد وجه السيد الرئيس بتدقيق الإحصاءات الخاصة بالمزارعين على مستوى محافظات الجمهورية لضمان شمول الجميع في مظلة الحماية الاجتماعية، فضلاً عن قيام وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الإطار بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والقطاع المصرفي للاستفادة من نظم الرقمنة والشمول المالي، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار والانتظام لهذه المنظومة وضمان استدامة توفير مصادر تمويلها. أهلا بحضراتكم من جديد من مصر. التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ده توجه عام في الدولة المصرية بكافة قطاعاتها. شفنا الخدمات المتعددة اللي بتقدمها منصة مصر الرقمية، واللي بتقدر عن طريقها الحصول على خدمات متعددة بطريقة سهلة مبسطة. كمان تم إطلاق منصة خاصة للذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار حرص مصر على مواكبة معطيات العصر الرقمي والتفاعل مع أهم التكنولوجيات هذا العصر. ده برضه لترسيخ مكانة مصر لتصبح من الرواد في مجال الذكاء الاصطناعي إقليميا وعالميا. المنصة بتضمن تحقيق نقلة نوعية كبرى في هذا المجال. أيضا بتوفر على العاملين والمهتمين بالذكاء الاصطناعي الوقت والجهد في الوصول لأهدافهم، وده الأمر اللي بيدعم جهود مصر في الاستفادة من هذه التكنولوجيا لتحقيق التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية. ودي التفاصيل اللي هنعرفها أكتر حالا مع ضيفتنا عبر زوم، المهندسة سالي رضوان، مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي. مهندسة سالي، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك وأهلا بجميع. مهندسة سالي، أهلا بحضرتك معنا. الحقيقة أنه مع التوسع في تقديم الخدمات المرقمنة، خلينا نقول مركز مصر ارتفع من المرتبة 111 في سنة 2019 لمركز 56 حاليا. احنا كده حققنا طفرة بأكتر من 50 درجة تقريبا في خلال سنوات قليلة، وده الجهد اللي حضراتكم مشكورين يعني ساهمتوا فيه. فإزاي وصلنا ولأين سنصل؟ والله إزاي وصلنا، هي يعني الحمد لله أولا بتضافر جهود جهات كتير الحقيقة. يعني لو ما كانتش الدولة قامت بجهود التحول الرقمي اللي شغالة بقالها حوالي 5 سنين، ما كانش ممكن ان احنا نبني فوقيها جهود تانية للذكاء الاصطناعي. يعني زي ما حضرتك عارف، الذكاء الاصطناعي بيعتمد على البيانات، بيعتمد على وجود بنية تحتية قوية، بيعتمد على وجود اصلا تحول رقمي قوي في الدولة عشان تقدر بعد كده تبني فوقيه تطبيقات ذكاء اصطناعي. فدي كانت يعني اهم حاجة ساهمت في تقدمنا في المراكز دي، إضافة إلى وجود طبعا استراتيجية قوية للذكاء الاصطناعي في مصر والعمل على تنفيذها من سنة 2019 لغاية دلوقتي. طيب إلى أين سنصل بعد ما وصلنا للمرتبة 56؟ والله ربنا يسهل. يعني هو احنا الحقيقة لا نعول كثيرا يعني على الرانكينجز دي أو الترتيبات دي. هو المهم إن احنا كدولة وكمواطنين نستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي. هو ده الحقيقة الهدف الرئيسي للاستراتيجية اللي هي شعارها الذكاء الاصطناعي من أجل التقدم، من أجل التنمية والازدهار. فالهدف إن احنا ندخل الذكاء الاصطناعي في القطاعات التنموية زي الزراعة، زي الصحة، زي الصناعة، زي المدن الذكية، عشان في الآخر تعود بالفايدة على المواطن ونقيم صناعة ذكاء اصطناعي محلية. بعد كده إن شاء الله ده ينعكس بقى في ترتيب مصر ويبقى ترتيب متقدم كمان عن كده، لكن مش ده الهدف في حد ذاته. طب الذكاء الاصطناعي يستخدم في المدن الجديدة مثلا في إيه؟ في الزراعة في إيه؟ في الصناعة في إيه؟ المدن الذكية طبعا قائمة بالأساس على وجود بنية معلوماتية قوية، بنية تحتية من شبكات الاتصالات، وفوقيها بنبتدي نبني تطبيقات للذكاء الاصطناعي. تطبيقات مثلا حاجات زي التوأم الذكي للمدينة. التوأم الذكي ده اللي هو كأني بعمل كوبي أو صورة إلكترونية للمدينة كلها بكل عناصرها، بكل المباني اللي فيها، بكل حتى المرافق والبنية التحتية اللي فيها، بحيث أن أنا أقدر أراقبها طول الوقت لو حصل فيها أي عطل. حتى قبل ما يحصل العطل ممكن أتنبأ بيه، ممكن أتنبأ بالاختناقات المرورية وأمنعها قبل ما تحصل، ممكن أصلح أي مرفق يكون فيه مشكلة،
ممكن أدي للمواطن أبليكيشن تكون معاه تدخله على جميع الخدمات الخاصة بالمدينة، سواء عايز يركن عربيته، عايز يحجز تذكرة مسرح، عايز يتعالج، عايز يعمل أي حاجة، يبقى كل الكلام ده عن طريق الهاتف المحمول، لأن كل الخدمات الخاصة بالمدينة بتبقى متربطة في كل بعضها. التدخل في الاعطال احيانا احنا شفنا ده بالفعل في العلمين الجديده، في المنصوره الجديده، كل التدخلات حتى في الاعطال الخاصه بالكهرباء، بالغاز، بالصرف الصحي، بالمياه، بيتم التدخل سريعا لانه في ذكاء اصطناعي بيقول ان ادي بالك هنا في مشكله، تدخل في هذه النقطه تحديدا مش في نقاط اخرى مثلا. بالظبط كده، وممكن كمان نتنبأ بالاعطال قبل ما تحصل، بحيث ان احنا ما نستناش لما ماسوره ميه مثلا تنفجر وتغرق الشارع وتوقف المرور يوم ولا حاجه لغايه ما تتصلح. احنا ممكن باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي نتنبأ بانه احتمال كبير يحصل عطل هنا بكره او بعد بكره، فنعمل صيانه استباقيه زي ما بنسميها عشان نمنع العطل من ان هو يحصل اصلا. طب ده بيحصل في المدن الجديده وفي المدن الذكيه الجديده، عشان كده سميت مدن ذكيه. احنا برضو في الزراعه دلوقتي بنوفر شويه في ميه الزراعه، فاكيد الذكاء الاصطناعي ليه دور ممكن يقوم بيه. ايضا حتى في الصناعه احنا برضو بنستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في زياره المنتج وكفاءه المنتج الصناعي المصري، يمكن في قطاع الغزل والنسيج ان شاء الله قريبا هنشوف ده مطبق بشكل كامل. مظبوط كده. الزراعه طبعا من المجالات اللي استخدامات الذكاء الاصطناعي فيها متعدده، وفعلا الواحد يقدر يحس باهميتها. حضرتك ذكرت ترشيد المياه، احنا دلوقتي بنبتدي نشتغل على مشروع بيحسب بالظبط كمية المياه المطلوبة لري كل رقعة من الأرض الزراعية على حسب نوع المحصول، على حسب درجة نموه، على حسب درجة رطوبة الأرض، إذا كان فيها مية ولا لأ، التربة نفسها شاربة مية ولا لأ، وطبعا على حسب حالة الطقس والتنبؤ بيها، ونقدر نحسب بالظبط إيه كمية المية اللي محتاجين نضيفها كمياه ري بدل ما يبقى فيه هدر كبير في مياه الري. فده تمام. مشروع بنبدأ فيه بالتعاون مع وزارة الزراعة إن شاء الله. مونيسا سالي، احنا في الإطار ده بنزود العنصر البشري وكفاءة العنصر البشري، عندنا دلوقتي مراكز، خمس مراكز في خمس جامعات، في المنصورة، في المنوفية، في المنيا، سوهاج، قنا، وحتى في المحافظات برضو عندنا خمس مراكز في المحافظات، عندنا في الإسماعيلية، أسوان، القاهرة، الجيزة، وحتى في العاصمة الإدارية. ده معناه ان احنا عندنا توسع ان شاء الله يشمل كل المحافظات، وان شاء الله يكون عندنا عناصر بشرية اكتر تقود هذا العمل. مظبوط كده، وده من اهم اهداف الاستراتيجية، هو اشراك الشباب في العمل ده. يعني مشاريع المدن الذكية مثلا مش ناويين ان الحكومة هي اللي تقوم بيها لوحدها، بالعكس عن طريق مراكز إبداع مصر الرقمية اللي حضرتك ذكرتها، اللي هي بتوصل ما بين الجامعات وما بين الأماكن أو المحافظات اللي هي موجودة فيها. عاوزين نبتدي نعمل تجارب، نعمل معامل لاختبار التكنولوجيات الجديدة بتاعت المدن الذكية، واللي ينفع فيها نبتدي نحطه على أرض الواقع. فدي هتكون جزء مهم جدا من تقنيات المدن الذكيه ومن تنفيذ استراتيجيه مصر للذكاء الاصطناعي بوجه عام. كده بنرجع لفكره حضرتك الاولانيه، احنا مش بندور على الرانك ولا على الترتيب، احنا بندور كيف ننافس نفسنا وكيف نطور نفسنا، وده المهم جدا طبعا. بالظبط كده. بشكر جدا ضيفتنا العزيزه على الهواء عبر تقنيه زوم، المهندسه سالي رضوان، مستشاره وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. نروح لموضوع تاني، الحقيقة يعني هنستغرق وقت طويل جدا حتى نعوض موهبة كبيرة جدا اسمها شادية، اسمها فاطمة أحمد كمال شاكر. النهاردة الذكرى الرابعة لرحيل الفنانة الكبيرة متعددة المواهب شادية. شادية اللي ولدت في سنة 31 وتوفيت في مثل هذا اليوم من 2017، اللي نجحت كمطربة كممثلة، كانت من أجمل الأصوات، من أجمل المواهب المصرية. شادية قدمت خلال تقريبا 40 سنة عمرها الفني حوالي 112 فيلم، 10 مسلسلات إذاعية، مسرحية واحدة، و650 أغنية. شادية لم تترك مجالا في الغناء، لم تقدم لنا موهبة حقيقية فيه، إذا كان الغناء الوصفي، الوطني، العاطفي، طبعا كان لها باع كبير جدا. هذه الأيقونة في تاريخ الغناء المصري، في تاريخ الغناء الوطني، اللي قدمت من خلاله أغاني كتير جدا وكانت حاضرة بشكل كبير جدا في كل المناسبات المصرية. مش هننسى أبدا يا حبيبتي يا مصر، بلد السد، يا أم الصابرين،
شادية الحاضرة دوما اللي بنحتفي ونحتفي بذكراها اليوم. معنا دلوقتي حفيد أختها الأستاذ كمال زادة. أستاذ كمال مساء الخير، ويعني نتذكر الراحلة الكريمة بكل تقدير واحترام. مساء النور يا أستاذ، أهلا بحضرتك. أستاذ كمال، يعني الحقيقة أنه آخر سنوات للسيدة شادية الله يرحمها كانت منعزلة إلى حد كبير، لم يعني غابت عن الأضواء بشكل واسع. احكي لنا السنوات الأخيرة في عمر شادية كانت إزاي؟ والله هي أخذت قرار إن هي تبعد عن الناس كلها خالص، وما تبقاش يعني عايزة تقرب من ربنا أكتر. هي أخذت قرار، القرار ده مشيت عليه يعني عايز أقول لك بحذافيره يعني. هي جوه البيت صلاة، بتقرب من ربنا، تختم القرآن، بتعملش أي حاجة خالص غير إن هي بتقرب من ربنا، وأفعال خير طول النهار كلها. هي يعني عايزة تقرب ربنا، وهي عاملة كل اللي عليها وزيادة، وكل اللي بتفكر فيه محبة الناس ليها، ومش عايزة تضايق أي حد ولا تأثر مع أي حد، ولا من العيلة ولا من خارج العيلة. هي بتحب الناس كلها، فهي أخذت قرار إن هي تقفل على نفسها، وهو ده اللي هتقابل ربنا مبسوطة مستريحة. يعني وطبعا ربنا يجزاها كل خير عن كل الفن الجميل اللي قدمته لمصر وللفن المصري والعربي. الحقيقه يعني هذا الحضور الرائع المستمر، وهذا الضياء اللي اسمه شاديه المستمر طول عمرها وحتى الان، احنا عايشين كتير على هذه الذكرى. لكن شاديه برضو كانت لها اعمال خير كتير جدا في اواخر حياتها، يمكن في طول حياتها طبعا، لكن في اخر حياتها كان يمكن اعمال الخير، اعمال البر كانت زياده شويه، وكانت بتحدث بلا اي ضجيج يعني. مظبوط، هي ما كانتش بتحب خالص ان هي تحط اي اسمها في اي حاجه، ولا تبين ولا تقول ولا حتى تشارك. وحتى لما بتطلب من حد من العيله ان هو يعمل حاجه، ده ما بينها وما بينه انتهى الموضوع، ولا حتى بقيه العيله تعرف الموضوع ده. انا فاكر استاذ كمال يعني اخر ظهور بصوت الفنانه شادية الله يرحمها كانت في احداث 2011، لما طلبت الناس انها تحافظ على مصر وتخاف على مصر، وان ازاي ده يحصل في في في, في مصر. فقد ايه لغايه اخر لحظه في حياتها كانت يعني مهتمه جدا ومهموه جدا بقضايا الوطن، رغم انعزالها ورغم بعدها عن الاضواء. مظبوط، هي اصلا كمان يوميها طلعت في البلكونه، وكانت ماسكه العلم وقعدت تشاور للناس، وكانت مبسوطه، حتى كان تحتيها الناس والبوابين وكله كان بيشاور لها ومبسوط ان هي طلعت عملت حاجه زي كده. كلنا كنا معاها وكنا طبعا واقفين حواليها، لان هي طبعا بتستريح واحنا عيله حواليها. يعني هي عندها كده كام حد من العيله مقربين جدا منها، منهم اقرب حد ليها كان بنت اختها اللي هي عمتي طبعا، وطبعا في بقيه العيله كلها، بس هي دي كانت اقرب حد ليها يعني، حتى هي شبهها ونفس صوتها وكل حاجه. والعيله كانت ملتفه حولها حتى اخر لحظه في حياتها الله يرحمها. انا كنت موجود معاها في المستشفى لغايه اخر لحظه، وحتى كان معانا الحاج ياسين خيام، وحتى انا كنت مصور صوره كانت مكتوبه على الفيسبوك. يعني لغايه اخر لحظه احنا كنا معاها. الحاج ياسمين فعلا اتكلمت عن هذه اللحظات كتير، لكن يبقى ان شادية حاضره في اذهاننا، في وجداننا. شادية من احد الناس اللي كونوا الوجدان المصري والعربي، في اجيال كتير تكونت شخصياتها على صوت شادية وعلى حضور شادية، وهكذا يكون الفن والفنان الجميل يعني. الله يرحمها ان شاء الله. الله يرحمها، طبعا هي كانت ايقونه وهتفضل طول عمرها ايقونه، وانا يعني انا بحبها من كل الجهات، يعني من ان هي فنانه، من ان هي جدتي، من ان هي مشهوره، من ان هي كل حاجه يعني. انا بالنسبه لي هي جدتي في الاخر يعني، بشوفها جدتي يعني. مش قادر اقول لك احنا بنحبها اكتر منك، لكن اكيد انت بتحبها كتير طبعا. الله يرحمها ان شاء الله دايما. استاذ كمال زاده حفيد اخت الفنانه شادية الله يرحمها اللي بنحتفي بذكرها النهارده. بعد فاصل ان شاء الله هنروح لفقرتنا موده، الفقره الاسبوعيه، هنناقش موضوع مهم ان شاء الله يحوز اعجابكم، فكونوا معنا. بنجدد لحضراتكم التحية، وبتجدد لقائنا الأسبوعي مع فقرة يوم الأحد، واللي بنناقش فيها قضايا الأسرة المصرية. في فقرة الأسبوع اللي فات ناقشنا في من مصر إيجابيات وسلبيات مشاركة المرأة المالية في النفقات المنزلية.
النهاردة إن شاء الله هنناقش قضية فارق السن بين الزوج والزوجة، هل تستمر العلاقة الزوجية إذا كانت الزوجة تكبر الزوج في السن؟ وهنشوف مع ضيوفنا الكرام هل فرق السن فعلا بين الزوج والزوجة بيمثل أزمة، بالذات لما يكون في لما تكون الزوجة هي الأكبر في العمر في الحالة دي. أرحب بضيفي الكريمين في الاستوديو، فضيلة الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى في دار الإفتاء ومدير مركز الإرشاد الزواجي. اهلا بفضلتك. اهلا وسهلا بك يا استاذ احمد، انا سعيد ان حضرتك معنا. ربنا يخليك. واستاذنا الاستاذ ممدوح المصري المنسق الفني في برنامج موده في وزاره التضامن الاجتماعي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا استاذ احمد. اهلا بحضرتك. فضلت الدكتور عمرو، وانا بعمل بحث عن هذا الموضوع لقيت ان في حد طالب فتوى من دار الافتاء المصريه، هل يجوز الزواج بامراه اكبر مني في السن؟ يعني هل لهذه الدرجه ممكن يعني يخشى مجتمعيا من الزواج بسيدة أو امرأة أكبر من الرجل؟ يعني هل من مواكبة حضرتك لهذا الأمر بتشوف ده فعلا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة ومدام بعد. احنا عندنا هاجس شوية، عندنا شوية هواجس. من الهواجس اللي عندنا ان واحد يتجوز واحدة أكبر منه سن. ليه جه الهاجس ده؟ الهاجس ده ممكن نقول ان هو في الحقيقة اولا دوت ما فيش اي دليل خالص خالص يمنع من ان الواحد يتجوز أكبر منه سن. ده حتى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة كان يتزوج أول زيجة له، حتى احنا في الإنشاد نقول إيه تزوجته بكرا. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يتزوج من قبل، وتزوج السيدة خديجة التي كانت تكبره، فإذن وسبق لها الزواج فإذا المسألة مش كده خالص. المسألة فيها كتير من الوصمات وكتير من الهواجس اللي موجودة عندنا. لكن خلينا أنت طلب فتوى ده كده موضوع يعني ناس ولا حاجة، ده هو كل ما هو ده. احنا عندنا لما بنتكلم عن السن احنا عندنا أربع أعمار، يعني احنا مقسمين الأعمار كده إلى أربع أعمار، والأربع أعمار دول النظر إليهم هم دول اللي بيعملوا الهاجس عند الناس. في حاجة اسمها العمر العقلي، يعني الناس تتكلم عن العمر العقلي، العمر العقلي دايما عندهم هاجس ان العمر العقلي للرجل اللي المرأة اكبر من العمر العقلي للرجل. صحيح، يعني المرأة قابلة للنضوج اكتر اسرع، وليس معنى ذلك ليه، لان هي دائما عندها كثير من الاعمال تقوم بها، ولعل ذلك هو اللي خلى ليها مكانها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يتكلم ويقول من اولى الناس بحسن صحابتي. يبقى في حاجة اسمها العمر العقلي كمان. وحتى العلماء قالوا كده ان مخ المرأة عقل المرأة صحيح ينضج اكثر. صحيح، واحنا بنلاقي دوت. وانا اقسم لحضرتك النسب، النسب كل عقل من ده ونظرة المجتمع ليه ازاي صنع نسب الهاجس ده، ازاي الهاجس دوت بيحكم الناس دي. فالعمر الاولاني العمر العقل، العمر الثاني العمر الانجابي، ان هي هتفضل تنجب لغاية امتى. فالهاجس كمان ان احنا لو اتجوزنا كبيرة السن يبقى فرص الانجاب اقل، يبقى كمان ده كمان ليه مؤثر جدا جدا في مساله الخوف والهاجس من مساله ان حد يتزوج اكبر منه سن. كمان العمر الجسدي، هم بيقولوا ان جسد المراه بيحصل له نوع من انواع الاستهلاك بكثره الاعمال اللي هي بتقوم بيها، فبتبقى عندها العافيه بتقل بسرعه. في اخر بقى نوع من انواع هو العمر العاطفي والعمر الجنسي. فدي اربع اعمار هي اللي عملت الهاجس اللي عندنا من الزواج من الكبير. لاحظنا كده هم بالترتيب كده، لاحظنا ان 40% من الهاجس في مساله الزواج الكبيره في مساله العمر العقلي، هتبقى اكبر منه عقلا والبيت لازم يقوده الرجل، فهي لو اكبر منه عقلا يبقى في احتمال كثير من المشاكل تحدث دي. مع ان حضره النبي صلى الله عليه وسلم في اوقات كثيره الانسان محتاج ان هو يكون عنده حد يستشيره، لا يلم وراه كمان. احنا يعني الراجل مش قاعد في البيت، محتاج حد كبير العقل كبير التدبير، يستطيع ان هو يقوم بمسائل كتيره جدا جدا. الامر الثاني مساله العمر الانجابي، العمر الانجابي في الحقيقه انا عندي حالات جاءتني في الارشاد الزواجي وحالات في الصداقه وحالات في التلمذه، تلامذتي واصدقائي وكده، الناس اتجوزوا في فترات متقدمه، في حد انجب وهو بعد الأربعين من الناس اللي عندنا. فمسألة العمر الإيجابي دوت برضو أمر، لكن نسبته 27%
في تشكيل هذا الهاجس. والحال الاعمار حضرتك تفضلت بيها يعني ثلاثه فيها بتخص الرجل مثلا او يتشارك فيها الرجل مع المراه، الرجل والمراه الاثنين الا السن الايجابي مثلا. المساله مساله العمر الجسدي. الحقيقه يعني احنا شفنا المراه بعد ممارستها الرياضه وبقى دوت صفه من صفاتها دلوقتي، بقينا نجد المراه في سن كبير جدا جدا وما شاء الله عافيه وما شاء الله بتقوم بادوار كثيره وما شاء الله بتتنقل. تغيرت ثقافه الناس. العمر العاطفي ده اكيد في الحقيقه يعني، او العمر الجنسي، المساله كلها تتعلق بتكوين الشخصيه والنضوج اللي الجسد الإنسان. من جسد الى اخر. فهو في الحقيقه كل ده مين بقى اللي إيه؟ مين اللي بيشغل بقى يلعب بقى في المفاهيم الاربعه للاعمار دي؟ ثلاث عوامل. العامل الاول هو مساله البيئه والثقافه. كنا نظن في فترة من الفترات ان سبب مسألة الخوف من الزواج الكبيرة الاكبر سنا من النساء ده سببه البيئة الريفية، لكن في الحقيقة ما بقتش كده وبس، بقت جزء من الثقافة العامة. الجزء الثاني هو التجارب، ان في تجارب فعلا المرأة لما اتجوزت وهي كبيرة في السن سيطرت على الرجل، فالتجارب دي اثرت في الناس. الحاجة الثالثة والاخيرة الصورة النمطية عن المرأة، وان المرأة في كتير من الأحيان بيبقى عندها حالة من حالات التسلط، ودوت مش هيبقى مناسب جدا 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 مثلا. مين بقى اللي ممكن يتزوج أكبر سنا؟ ممكن نبقى نتكلم عنه بعد. تمام. طيب أستاذ ممدوح، يعني في دراسات كده اجتماعية بتقول والله الزواج من سيدة أو امرأة أكبر من الرجل بيحقق له للرجل عدة مزايا، إن هي أكثر تحمل المسؤولية، إنها أكثر تجربة، إنها أكثر صبر، أكثر تفهم للحقائق، قليلة الطلبات وقليلة المشاكل. طيب ليه كل الحقائق دي لا تترجم على أرض الواقع في مجتمعنا؟ يعني ليه لغاية الوقت لسه بنعاني شوية مع هذا التغير لغاية ما نوصل ليه؟ خلينا أختم بالكلمة اللي قالها دكتور عمرو الورداني بفكرة تنميط الزواج أو وضع الزواج في قالب واحد أو في صورة واحدة. للأسف بعض المفاهيم المغلوطة عندنا في المجتمع المصري عن الزواج بفكرة أن الولد يتجوز بنت صغيرة خالص عشان يشكلها على قد ايه، ويعني بيشبهها بقطعة الصلصال بالظبط، وهي اللي تبقى النموذج اللي هو عايزه. فطبعا ده بيخلق بعض المشاكل اللي بنشوفها في المجتمع من زواج قاصرات تحت 18 سنه، وطبعا كل ده بيؤدي لمشاكل ثانيه اكبر. فاحنا في مواد بنحاول نعتمد رساله مهمه جدا، ان الزواج ملوش سن مناسب، الزواج ليه عقل مناسب، ليه شخصيه مناسبه. وبالتالي الزواج مش سعيا للاستقرار او لمن يسعون للاستقرار، الزواج للمستقرين الذين يبحثون عن استقرار اكتر. فطول الوقت احنا بنعتمد ده في رسائلنا للشباب. وجدنا كمان نقطه مهمه جدا، ان احتياجات الشباب والبنات للزواج مختلفه. يعني مش كل واحد بيحتاج يتجوز عشان نفس الهدف او نفس الاحتياج اللي موجود عند شخص اخر. فبنلاقي مثلا ان بعض الرجاله بيتجوزوا عشان يعوضوا فكره الاهتمام، يعني نفسه يلاقي فيه اهتمام وفيه رعاية زي ما الأم كانت بتهتم بيه وبترعاه، فده شوية بيلجأ للزواج من هي أكبر منه سنا. بس مع الوقت للأسف، لأن الشاب ده ما بيبقاش عنده الوعي الكافي، لما بيوصل لدرجة من درجات الإشباع بقى من الاهتمام والرعاية والتدليل، بيبدأ إن هو يحس إن لا، أنا محتاج أتجوز بقى واحدة أصغر مني، محتاج أتجوز واحدة في سني، فبتحصل بعض المشاكل زي الخيانات وزي وإلى آخره، أو ممكن يتجوز عليها في وقت من الأوقات. فإحنا بنقول للناس إن مهم جدا جدا إن نفكر في هامش العمر، لكن الأهم إن إحنا نفكر في احتياجات اللي أنا محتاجها تكون موجودة في الشخصية اللي قدامي، الرصيد العاطفي اللي ما بيني وما بينها اللي هيقدر يساعدنا إن إحنا ننجح. عوامل نجاح الحياة الزوجية كتير جدا. مهم إن يبقى في يعني عمر، يعني في فرق في العمر ما بيننا سواء راجل أكبر أو المرأة أكبر، ولكن لغة الحوار، لغة التفاهم، التواصل، قدرتنا احنا الاثنين مع بعض ان يبقى في مدرسه مشتركه في تربيه الابناء، قدرتنا ان احنا نقدر نحط رؤيه مشتركه ندير بيها الموارد الاقتصاديه في فكرة البيت. فكره المواد الرحمه الموجوده يعني موجوده في اي عمر او في اي فارق سني بالزبط. يعني ممكن يكون الراجل اكبر من الزوجه مثلا ب 10 و 12 و 13 سنه بالزبط. لكن في تفاهم وفي موده ورحمه بتقلل الجاب دي. ولكن احنا وجدنا مثلا ان بعض الدراسات بتقول، يعني في دراسه اتعملت في امريكا على 31,000 من الشباب المتجوزين سيدات اكبر منهم، فالدراسه بتقول ان يعني انسب فتره نجحت فيها العلاقه الزوجيه واستمرت هي الفتره ما بين 3 ل 5 سنين
انما اكبر من كده فارق العمر شويه بيبقى فيه مشاكل، بيبقى فيه مشاكل حتى في لغه التواصل والحوار، زي ما حضرتك عارف دلوقتي ان المجتمع متغير ومعطياته متغيره، فمحتاجين ان احنا نبقى واقفين على ارضيه مشتركه. الاهم ان احنا نبقى فيما بيننا موده، فيما بيننا قدره حقيقيه على احترام الاخر، نحاول شويه بقى نفصل عن الانماط المجتمعيه اللي موجوده حوالينا، لان للاسف فعلا تنميط عمليه الزواج، تدخل الاهل في بعض الاحيان، تدخل الاصدقاء، تاثير كمان السوشيال ميديا هو اللي بيخلي الشباب ممكن يبقى بيحب واحده اكبر منه بسنه وبسنتين، ولكن يتراجع عن الفكره، فيضيع من ايديه فرصه ان هو كان يقدر يعيش سعيد مع زوجته دي، لمجرد ان اغلب المجتمع بيتجه ان لا لازم تتجوز واحده اصغر منك. الاختيار الخاطئ او ضغوط المجتمع. صحيح. فضيله الدكتور عمرو، حديث الشريف اللي بيقول الا بكرا تلاعبها وتلاعبك، البعض بيتخذ من هذا الحديث ذريعه انه لازم تكون الزوجه اصغر سنا، لازم تكون بكر، لازم يعني يمشي على مواصفات الحديث بالحذافير زي ما بيقولوا، فبالتالي نفوت فرص اخرى. نعمل ايه في حديث، نعمل ايه في زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من السيده خديجه؟ اذا الحديث ده كان بيكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا انسب لسيدنا جابر، بيقول له ده انسب ليك. اذا الحديث كان لسياق واحد. لا، ده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيأكد ان كل شخص يتزوج الانسب له، التجربه الفريده. يعني حضره النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له، يعني بيقول له لو انت ما كانش عندك اختيار فتزوج المراه اللي هي في الحقيقه تخليك بطلها وتسعد وتسعدوا انتوا الاثنين وتكون هي مقبله على الحياه. يعني فكره تلاعبها وتلاعبك هي فكره ان انتوا الاثنين تكونوا قاصدين السعاده. الفكره كده ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد مساله السعاده، لكن فكره ان حضره النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز دائما ان احنا نتجوز الصغار عشان نربيهم على ايدينا، او نتجوز الصغار عشان دول يكونوا تحت سيطرتنا ونقدر نخليهم ينفذوا اللي احنا، حضره النبي ما كانش يقصد هذا. حضره النبي، انا اقول لحضرتك حاجه، الزيجات حضره النبي، انا عندي رؤيه ان زيجات حضره النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي عباره عن التسع انماط للنساء. صحيح. التسع انماط للنساء اللي، لان حضره النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشرع زي ما بيسميه الامام الشافعي، فكان لازم يتزوج التسع انماط دول من النساء عشان يشرع الاكبر منه سنا، المتزوجه، المنجبه قبل ان تتزوجت، المطلقه، كل يتزوج حضره النبي التسع انماط دول. تسع انماط كمان، ده تسع انماط من الشخصيات الزاهده، يتزوج كمان من العاقله الحكيمه، يتزوج من الشابه القادره على حمل العلم زي السيده عائشه، يتزوج حضره النبي صلى الله عليه وسلم من الام التي تحتوي زي السيده خديجه الكبرى عليها السلام. كل دول حضره النبي كان بيشير اليهم. بس لابد ان احنا نشير الى حاجه، احنا المجتمع وخاصه المجتمع المسلم رايح شاء او ابى الى ان يتوسع في نوعين من الزيجات، من الزواج من الاكبر سنا ومن الزواج من المطلقات. ليه؟ عشان نسب المطلقات دي تنبؤات احنا واخدينها من الحالات اللي عندنا. صحيح. في مركز الارشاد الزواجي. ليه؟ طيب لان ما عندناش حل، اللي هيتزوج هيجد ان احنا عندنا وصمه في مساله الناس المتاخرين زواجا، الوصمه دي لابد ان هي تروح في مساله التاخر في سن الزواج، والناس هتتزوج الاكبر سنا وهتتزوج كمان من المطلقات، لان هو في الحقيقه هو دوت اللي موجود الان في حياه الناس، وهي الناس لابد ان هم ينتبهوا الى ده. تمام. فضيله الدكتور عمرو والاستاذ ممدوح، اسمح لي ساذهب الان الى فاصل قصير مشاهدينا، نواصل بعده هذا النقاش، فكونوا معنا. رجعنا لحضراتكم من جديد من مصر، وهذه الحلقه النقاشيه حول فكره هل نتزوج او يتزوج الرجل من سيده او امراه اكبر منه في السن ولا لا. المجتمع بيقول ايه في الحاله دي مع التغيرات الكثيره اللي حاصله؟ برحب مره اخرى بضيفي الكريمين في هذه الحلقه، الدكتور عمرو الورداني امين الفتوى في دار الافتاء المصريه، مدير مركز الارشاد الزواجي، والاستاذ ممدوح المصري المنسق الفني في برنامج موده في وزاره التضامن الاجتماعي. استاذ ممدوح، التغيرات الاجتماعيه دلوقتي بتقول ان البنت مهتمه جدا انها تتمم دراستها ودراستها العليا، فده يمكن ياخد منها وقت ويكون ده على حساب الزواج، فتتاخر في الزواج بالنسبه للسن اللي هو التقليدي في المجتمع. المتغير ده احنا ازاي مش قادرين نتفهمه كرجاله؟ هو المشكله عندنا في المجتمع في فكره صندوق الجندر، ايه هو الدور اللي المجتمع بيرسمه للراجل وايه هو الدور اللي المجتمع بيرسمه للست،
وبيحط فيه القالب ده. طبعا اتجاه الدولة دلوقتي واتجاهاتها في فكرة تمكين المرأة ودعم التعلم بالنسبة للفتيات والتقليل من فرص التسرب من التعليم للفتيات، كل اتجاهات الدولة اللي ماشية مع إيمان كمان كل المؤسسات اللي موجودة ورغبة الفتيات وطموحهم في أنهم يكملوا تعليمهم، ومش بس بقى بعد الدراسات العليا، كمان بعد الدراسات العليا وتحقيق نجاحات في الوظائف المرجوة، طول الوقت الناس بتفصل ما بين قطر الزواج وقطر العمل، وكأن الاثنين ما ينفعش ان هم يلتقيوا، كأن مثلا ان ما ينفعش يبقى في زوجة ناجحة في دراستها كدراسات عليا وناجحة في وظائفها وفي نفس الوقت تبقى ناجحة في بيتها. لا، ليه نقدر نحقق المعادلة الصعبة دي؟ تتحقق المعادلة الصعبة دي ببعض النصايح اللي احنا بنحاول نقدمها للمقبلين على الزواج من المخطوبين مثلا اللي بيحضروا الطرفين مع بعض، وبنقدمها كمان للمقبلين على الزواج اللي بيحاول لسه يدور على شريكة حياته اللي بيفكر ازاي ان انا اقدر اتجوز. فبنقول لهم اهم من انك تبص على العمر، اهم من انك تبص على بعض التفاصيل، لازم تشوف قدرة الطرف الاخر على تحمل المسؤولية في البيت وفي الاعمال التانية، لازم تشوف المشاركة، هل الطرف الاخر ده هيقدر يشاركك ولا لا، لازم كمان يبقى في تقارب على المستوى الثقافي والاجتماعي. والاهم من ده كله، لان ليه البنت بتركز في دراستها بس وتبعد عن الزواج في فترة دراستها؟ لانها بتبقى خايفة من حاجتين، الحاجة الاولى وصمة العنوس، والحاجة التانية ان زوجها لما تتجوز يرفض ان هي تكمل طموحها، يرفض ان هو تستمر في ده. فلا، احنا بنقول للرجالة ان يعني كزوج ناجح انك تلاقي مراتك ناجحه وانك تبقى داعم ليها. ان الراجل بيرفض انه يتجوز واحده يمكن اعلى منه في التعليم، صحيح، لو هو معاه بكالوريوس او في المستوى المالي او في مشكله ثانيه، فكل دي خلينا نروح للشارع المصري. كاميرا من مصر نزلت للشارع وسالت حضراتكم يا ترى فكره الزواج من امراه اكبر من الرجل في السن فكره وارده ولا غير مقبوله؟ نروح ونشوف. مرايه الحب عمياء، مقوله بنسمعها كتير في المجتمع المصري. بالنسبه للراجل، يا ترى لو انت وقعت في الحب ممكن تتجوز واحده اكبر منك في السن، او الست لو انت وقعت في الحب ممكن تتجوزي واحد اصغر منك في السن؟ تعالوا نسمع المصريين قالوا ايه في الموضوع ده. عايز اعرف، ممكن تتجوز واحده اكبر منك في السن؟ عشان هو مش السن كل حاجه، هي فرق شخصيه، هي الشخصيه اللي بتحدد هل اللي انت قدامك هتقدر تتعايش معاها ولا لا. علشان ممكن في بنات كتير ممكن يكون اكبر مننا بس تصرفاتهم هما بيكونوا اصغر. مادام انا وهو مرتاحين عادي يبقى خلاص مفيش مشكله، مادام في اتنين عارفين يتفاهموا مع بعض، عارفين يتكلموا مع بعض، في تفاهم وفي موده بينهم عادي، مفيش اي حاجه. لا، ما اظنش ان هو ممكن، لان بتبقى انت محتاج ان انت تبقى دماغك اكبر من اللي قدامك عشان تعرف تتحكم، لان انت المفروض انت اللي هتتحكم في البيت وكده، فما اظنش ان هي هتبقى كويسه، حاجه كويسه يعني. هو انا ممكن يعني لو في توافق بين تفكيري وتفكيره اقدر ان انا اتجوز حد اصغر مني في السن. ممكن ممكن اتجوز واحد اكبر مني في السن. الحب اوقات مش بيبقى بالسن بس، يعني في ناس، هو على حسب برضو، يعني هو على حسب، ما في ناس ممكن تبقى اصغر مني في سنه او سنتين، واحد يبقى اصغر مني في سنه او سنتين بس يبقى يعني دماغه كويسه كانه واحد كبير، فساعتها اوكي مش هفكر في الموضوع ده. ما فيهاش اي مشكله ان واحد يتجوز واحده اكبر منه، يعني مثلا عادي طبيعي ممكن اتجوز اكبر مني بس برده ما يكونش السن كبير قوي، مثلا سنه سنتين كده. ما اعتقدش خالص، علشان برده دماغه، او ممكن في حاله ان هو يبقى دماغه او تفكيره بيبقى اعلى من سنه. لما اتحط في الموقف يعني يحصل كده، بس مش عارفه يعني بصراحه، بس يعني هنشوف الدنيا بتحكم بايه، بس اوفر اقول لا، يعني نبقى متقاربين في السن وخلاص، اكبر مني بسنه اصغر مني بسنه مش فارقه، بس يعني نبقى متقاربين في السن عشان الفكر وعشان الحاجات دي بس مش اكتر. والله واضح ان عندنا شارع متفاهم للقضيه اللي بنتكلم فيها النهارده. لكن فضيله الدكتور عمرو، يعني الحديث اللي بيقول تنكح المراه لأربعة ما جابش سيره السن، ما فيهمش السن خالص، في المال والجمال والحسب والدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وعلى فكره الاربعه اسباب للجواز، يعني مش حضره النبي صلى الله عليه وسلم قال مالكش دعوه بالثلاثه وخليك في الدين بس، لا، هذه اسباب. وكان حضره النبي صلى الله عليه وسلم عرض الاول خالص الاسباب الجائز ان الناس تتجوز علشانها، ثم بعد ذلك قال اذا كنت عايز افضل واعلى حاجه ممكن تحرص عليها فهي الدين. والدين هنا بمعنيين، الدين بمعنى ان الشخص يكون فاهم الدين بشكل صحيح، والامر الثاني عايش الدين بشكل صحيح. يعني الدين هنا عايش الدين فهم معنى كلمه واخلاق، فهم ومعنى التفاهم او القدره على التفاهم على الطرف الاخر زي ما قال الناس في بالظبط. خلينا اقول لحضرتك ان المساله لازم ندرسها بشكل واضح جدا، في مساله احنا لازم نقول
ان في الظرف اللي احنا فيه ده احنا محتاجين عشان واحد يتجوز حد اكبر منه سنا محتاجين يكون فيه تلات عناصر. العنصر الاولاني ان الشخص ده يكون نمط الزواج اللي هو طالبه متناسب مع هذا السن. ليه بقى؟ لان احنا عندنا اربع انماط للزيجات، عندنا الزوج الاب، وعندنا في الزوج الاب وقدامه الزوجه الام، وعندنا الزوج الصديق والزوجه الصديقه، وعندنا كمان الزوج الابن والزوجه البنت كمان، وكمان عندنا الزوج العاشق والزوجه العاشقه. دوت دي انماط للزواج عندنا، وانماط الزواج اللي عندنا دي لازم يركز. فاذا كان واحد هو اميل الى الزوج، ايوه طبعا المراه لو قامت بالادوار الاربعه بيبقى هو دوت الانسب. يعني نرجع تاني لفكره التفاهم بين الطرفين، ودي نعم. ودي انسب علاقه ممكن نوصل طب. بيها طب. علاقه ناجحه. طيب استاذ ممدوح، لما يجي لك حد سواء رجل او امراه او اثنين طرفين وعايزين والله يتجوزوا، لكن في حاجات فرق السن دي مجتمعيا ممكن المجتمع يرفضها مثلا، انت بتنصحهم بايه في احنا بننصحهم وبننصح اهاليهم وبننصح المجتمع كله بفكره ان القائمين على الاسره هم الطرفين، وهم اللي ليهم الحق ان هم ياخدوا القرارات اللي تناسبهم. وانا بنصح الاهالي ان هم يدعموهم ويحاولوا يبعدوا عنهم الطاقه السلبيه، بالعكس يدوهم المساحه ان هم يقدروا يعيشوا مع بعض ويمروا يعني بالتجربه. طبيعي ان كل تجربه زواج بيبقى فيها بعض التحديات وفيها بعض المشاكل، قدره الطرفين مع بعض على ان هم يعبروا ده بسلام دي نقطه مهمه جدا. بس لازم يتوفر عند الطرفين حاجتين، الطرف الاول هي الرغبه، رغبتهم ان هم يكملوا حياتهم مع بعض، طموحهم المشترك، ده اللي مش هيخلي في وقت من الاوقات العمر العاطفي بالنسبه لهم يقل، او في وقت من الاوقات يبدا الزوج يحس ايه اللي انا عملته في نفسي ده، انا محتاج بقى اجدد شبابي مره تانية. لا، الرغبه الحقيقيه في ان الطرفين يبقوا موجودين مع بعض هو ده اللي بيولد ما بينهم حاله الحب، هو ده اللي بيعزز رصيد المشاعر. القدره هي فكره تعاملنا مع المجتمع الخارجي، هل احنا بالضعف ان اي كلمه ممكن نسمعها، ان اي سخريه ممكن نتعرض ليها تهز اركان البيت، ولا احنا قادرين على ان احنا نحمي بيتنا ده ونعمل مناعه مما يسمى الفيروسات المجتمعيه. هو ده السؤال، المجتمع دلوقتي قادر على التكيف مع متغير جديد زي فكره انه راجل يجوز ست اكبر منه شويه بالسن، او فرق السن بين الراجل والبنت يكون اكبر؟ في الحقيقه انا سعيد جدا باللي حصل في التقرير، لان كل اللي موجودين في التقرير في سن الشباب من 18 الى 25 سنه، اغلب اللي موجودين بيشوف ان عادي مفيش مشكله طالما شخصيته وشخصيتي قادرين ان احنا بس اغلبهم كانوا بنات. ما هي المشكله بقى ان احنا بنتكلم عن البنات، بس بعض الشباب اللي بس كانوا بعض الشباب بعض كانوا بيدعموا. المشكله بقى بتبقى في الشباب. انا رايي التحكم، حضرتك خدت بالك من كلمه التحكم؟ انا لازم يبقى في يبقى لازم عندي كنترول. في الاخر مرايه الحب مش لازم تكون عامية. انا بصراحه صحيح، هي اصلا مرايه الحب عمرها ما كانت عامية، لكن هي مرايه الحب اللي هم بيسالوها ده مراية الشخص اللي هو عنده حالة من حالات ما يسمى التماهي، إن هو شخص ما عندوش إرادة. لكن مراية الحب عمرها ما كانت عامية، لأن الحب أحلى ما فيه أن يظهر أحلى ما في حبيبي. مراية الحب هو ده، تكون صادقة واضحة للطرفين وقادرين ان هم يحطوا مع بعض خطه، ولازم ان هم يستخدموا عقلهم شويه اكتر على وعي الناس. اكيد صحيح. بشكركم جدا ضيفي الكريمين في الاستوديو، فضيله الدكتور عمرو الورداني امين الفتوى في دار الافتاء المصريه، مدير مركز الارشاد الزواجي، بشكر فضيلتك، وبشكر الاستاذ ممدوح المصري المنسق الفني في برنامج موده في وزاره التضامن الاجتماعي، بشكر حضرتك. شكرا حضرتك استاذ، والشكر موصول لحضراتكم. دامت مصر قويه، تصبحوا على خير.